المثال بقى ايه؟ ناخد حاجات صغيره اول واخلي كبير في الاخر. نيرف تيشو عشان انا كلها بص اسمعوا كده، اخلي البون اخر حاجه. بصوا هنا كده البرين يا شباب، نوع الخلايا بتاع البرين ده ايه؟ نيرفسز بيرمننت ولا يعني في عندك نوع من الخلايا صح؟ ثلاثه ايه هم؟ لابايل وستيبل وبيرمننت صح؟ الخلايا هنا ايه؟ بيرمننت. طب دلوقتي حصل في دامج في البرين، برين دامج بلاش، حصل نيكروزز في البرين، نوع النيكروز دي ايه؟ نوع النيكروز دي هل كوجنيتيف؟ طب اقول لكم حاجه، كان في بلاد فيسل بيغذي البرين اهو، بصوا اهو ماشي، والبلاد فيسل ده جه في جلطه قفلته، حصل نيكروزس نتيجه سادن كات اوف بلاد سبلاي. النيكروزس اللي بتحصل نتيجه سادن كات اوف بلاد سبلاي اسمها ايه؟ كواجريتيف نيكروزس. يبقى ايه نوع النيكروز ده؟ ليكوفاكتيف نيكروزس، مش كده؟ يعني لو حصل سادن كات اوف بلاد سبلاي في البرين ماشي، النيكروز اسمها ليكوفاكتيف ايه؟ نيكروز، مع انها سادن كات اوف بلاد سبلاي بس هنا عشان في هاي فات اند فلويد كونتنت فالنسيج يبقى عامل زي ايه؟ شبه الميه كده، يبقى دي ليكوفاكتيف ايه؟ نيكروز. خلاص ماشي، خلاص يا عم عالجنا الشخص ده والجلطه خلصنا منها، بس الجزء الماده مات خلاص ماشي. نعمل فيه ايه؟ ان الجسم يتعامل معاه ازاي؟ قال لك بص دلوقتي في نسيج مات صح؟ يطلع الماكروفاج بتاع البرين صح كده؟ اسمه مايكرو جاليان، عارفينها دي؟ او اسمها مايكرو جاليال سيلز. ايه دول؟ قال لك دول الماكروفاج اوف برين. يعملوا ايه؟ ينضفوا النسيج الميت ده. ما تجيش تقول هنا ايه؟ الماكروفاج يطلع، لا هنا بقى اسمها مايكرو جاليان، اسمها دي الماكروفاج الموجوده في السي ان اس. تنضف كل النسيج الميت ده. وبعد ما نضفنا النسيج الميت ده كله ايه اللي هيحصل؟ يطلع خلايا جديده. الخلايا دي نيرف سيلز؟ رد عليا لا، خلايا اسمها استروسايتس. اسمها ايه؟ استروسايتس. الاستروسايت دي بره نظرها فايبر بلاست ماشي، يعني الفايبر بلاست في الانسجه العاديه بتاعتنا نظرها في البرين اسمها استروسايتس ماشي، وتملى ايه المنطقه اللي فيها ايه اللي فيها الدمج دي، وبيسمى العمليه دي الاستروسايتس. تروح مصنعه حاجه اسمها جاليال تيشو. بص الاستروسايت دي تساوي الفايبروبلاست، الجاليال تيشو ده يساوي الكولاجين. عمليه تكوين الاستروسايت والجاليال تيشو دي بنسميها، بص بقى هنا كده، دي كده اسمها جلايوزس. ما هي اسمها ايه؟ فايبروزس ماشي. يعني ينفع اقول البرين بيحصل فيه فايبروزس؟ لا، اسمها جلايوزس، هي زيها بالظبط بس مصطلح تاني كده. بصوا انا في اسمعوا بقى كده معايا، في الخراج العادي خلاص كده ايه اللي بيحصل؟ تطلع ماكروفاج تنظف، وبعدين تطلع فايبر بلاست وتصنع كولاجين، عمليه اسمها فايبروز. ده في اي خراج عادي صح كده. طب في المخ بالنظير كده هيطلع ماكروفاج صح، المفروض يعني صح كده، وبعد كده ينظف ويطلع منها فايبر بلاست وكولاجين. قال لك بس المسميات مختلفه ازاي؟ الماكروفاج هنا اسمه ها مايكرو جاليا مش كده، ينظف ده الماكروفاج على البريد ماشي، وبعدين بعد ما نضفت تطلع خلايا اسمها استروسايت وبتصنع حاجه اسمها جاليال تيشو. بقى ده مليان استروسايت وجاليال فايبرز. العمليه دي اسمها ايه؟ جلايوزس. ماشي يا اخوانا؟ يبقى الهيلينج اوف ان برين هل هي فايبروزس ولا جلايوزس؟ ردوا، هل هي فايبروز ولا جلايوزس؟ جلايوزس. ايه الجلايوزس دي؟ تكوين حاجه اسمها ايه؟ استروسايتس وجاليال ايه؟ وجاليال تيشو. صعب؟ في مشاكل؟ اقول تاني؟ ده بالنسبه للسنترال نيرفس سيستم. يعني لو حصل في السبانال كورد نفس الكلام بالظبط، سواء برين او سبانال كورد نفس الايه، نفس المنظر ده. طيب ايه رايك بقى يعني ده في السي ان اس نفسه؟ طب لو مثلا واحد في حادثه مثلا لا قدر الله مثلا واتقطع عنده مثلا ميديان نيرف مثلا بريفرال نيرف يعني، او الفيجاس مثلا اتقطع، او اي نيرف من اهي الاعصاب الطرفيه دي البريفرال نيرف ده اتقطع، ايه اللي بيحصل؟ بص هنا بص يا اخوان، هنا ده البريفرال نيرف عباره عن ايه؟ اولا دي اسمها نيورون او نيرف سيل. النيرف سيل عباره عن سيل بادي واكسون. البريفرال نيرف هو ده
هو الاكسون ده ماشي. يعني دي موجوده فينها في السي ان اس، وده موجود فين؟ هو ده البريفرال نيرف ماشي. ممكن اطول جدا ماشي، زي يعني الميديا نيرف ده كله عباره عن اكسونز، عباره عن ايه؟ اكسون بتاع نيرف سيل موجوده فينها في السبينال كورد مثلا. فهمتم؟ طيب فايه اللي حصل؟ قال لك والله الفكره اللي حصلت دلوقتي ان ده انقطع ماشي، حادثه بقى ايا كان حصل قط فينها في البريفرال نيرف، اهم حاجه دي سليمه. طب لو دي باظت ما خلاص يا برنس بقى، تعوض بايه دي؟ يعني لو دي اتدمرت هتعوض بايه؟ بجلايوزس مش كده؟ ملهاش اصلاح خلاص. يبقى انت بس كل اللي عملته انك قطعت رجليها بس مش كده؟ خلاص كده؟ بس خليها موجوده وسليمه الحمد لله يعني مش كده؟ فايه اللي بيحصل؟ قال لك بيحصل حاجه غريبه قوي. ايه؟ قال لك في حاجات بتحصل بروكسيمال وحاجات ديستال مش كده؟ ديستال بيحصل حاجه اسمها واليريان ديجنريشن. خدتها في الاستولوجي دي؟ بروكسيمال بيحصل حاجه اسمها ريترو جريد ديجنريشن. ايا كان يعني بيحصل يعني لو جينا قطعنا النيرف المنظر بقى كده، النيرف انقطع ماشي. حد عارف الاول ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ اكسون. امال دول اسمهم ايه؟ مايلين شيث صح؟ وايه اللي عليها من بره ده؟ اسمها شوان سيلز. يبقى تاني ده اكسون مايلين شيث ودي اسمها شوان سيل. في مشكله؟ طب حلو، انا قطعت الايه؟ النيرف اهو ماشي، الاكسون انقطع. طبعا مش اكسون واحد بقى، ده الاف الاكسونز ماشي في نيرف واحد. وبعدين كل اللي يحصل ان النيرف سيل يحصل سويلنج مش كده؟ تمام كده؟ تعبانه والنيوكليوس بتبقى ايه؟ بكنوتك كده وصغيره كده. وكان في حاجه اسمها نسل جرانيولز فقدت ماشي؟ بس يعني ايه؟ تعرف كنت ايه؟ تعبت شويه رفعت رجليها ما ماتتش سليمه. بس الاكسون حصل في ايه؟ قال لك ها ديجنريشن ها لمين؟ ها الاكسون فايبر. ولمين كمان؟ ها والمايلين. مين اللي فاضل بس؟ مين دول هنا؟ الشوان سيلز. هم دول شوان سيلز ماشي سيرفايف ماشي. وبعدين بص يحصل ايه؟ ترجع خلايا نورمال تاني النيوكليوس والنسل جرانيول زي ما هي، ويحصل بروليفريشن منها للشوان سيلز وتعمل انبوبه تيوب اوف شوان سيلز ماشي. الانبوبه دي يبدا من خلالها ينمو الاكسون ده. بص عامل ازاي؟ لحد ما يوصل لايه؟ للتارجت بتاعه، ويحصل كومبليت ريستوريشن منها للنيرف. شوف مصر عامل ازاي؟ العمليه دي بتاخد وقت قد ايه؟ قال لك من 6 شهور لسنه ماشي؟ عشان يحصل كومبليت ريستوريشن منها للنيرف. يبقى تاني بص، لما النيرف اتقطع ايه اللي حصل؟ مين اللي داب؟ مين اللي بيديزولف؟ ها الاكسون. ومين كمان؟ ها والمايلين. مين اللي بيفضل؟ الشوان سيلز بس. بتعمل الشوان سيلز بروليفريت وبتعمل انبوبه صح كده؟ جواها مين اللي بينمو؟ الاكسون الجديد بينمو من هنا خلاص. مين المصدر بتاع الخليه صح كده؟ يبدا الاكسون يوصل لحد الايه؟ التارجت بتاعه، ويبدا بقى يحصل ريبير تاني للمايلين شيس والشوان سيلز بتاعته خلاص صح؟ في مشكله؟ ده الريبير فينها؟ في البريفرال نيرفز. حد عنده مشكله فيها؟ يعني لا جرانيليشن تيشو ولا نيله لا ولا الكلام ده كله. بس مين اهم خليه مهمه في الموضوع ده كله؟ مين يا اخوانا؟ هي الشوان سيلز دي. وصلت؟ صعب؟ اخر مثال عندكم في الريبير وقوي جدا ماشي، البون بقى العظم، البون فراكشر. بص معايا هيلينج اوف بون فراكشر. طيب بص دلوقتي تعال بص مع بعض هنا. ده البون طبعا ده اسمه ميدلري كافيتي مش كده؟ دي لونج بون يعني، ده اسمه ميدلري كافيتي. وبره في بتاع ده اسمه بيريوستيوم. وتحت البيريوستيوم ده في عندنا بلاد فيسلز وخلايا اسمها اوستيوبلاست. تاني ده العظم بتاعنا عشان المنظر عامل ازاي؟ متغطي من طبقه من بره اسمها ايه؟ بيريوستيوم. واندر بريوستيوم في حاجات مهمه قوي، في البلاد فيسلز بتاع البون مش موجوده، وفي عندنا خلايا اسمها اوستيوبلاست. في مشكله؟ طب ايه اللي حصل؟ حصل كسر في العظم، حصل فراكشر في البون ماشي. وبعدين بعد ما الكسر حصل مين اللي اتقطع ده؟ البلاد فيسلز. بدا يحصل نزيف ماشي، في بليدنج في بلاد مع في بون فراجمنتس، في حته عظم متكسره مش كده؟ انت عايز تعمل ايه؟ قال لك الكسر ده عايز الحمى مش كده؟ خلاص كده؟ لما حصل كسر حصل نزيف
في بلاد مع شويه بون فراجمنت كده صغيرين. مين ينظفهم؟ الماكروفاج. الماكروفاج بتاع البون اسمه ايه؟ اسمه اوستيوكلاست. فعلى طول تروح طبعا الاوستيوكلاست. تيجي الاوستيوكلاست تعمل ايه؟ قالك الاوستيوكلاست تبدا تنظف الدم ده والبون فراجمنت الصغيره المكسره دي، ما لازم عشان يحصل فيه ابير يعني. بعد ما حصل كسر في شويه نزيف حصل كويس مع بقايا شظايا كده من العظم مكسره وبتاع، عايز انضفهم. تطلع الاوستيوكلاست ادي اول خطوه، تعمل ايه؟ تنظف كل الكلام ده كله، البون فراجمنتس والايه وشويه الدم الموجودين دول خلاص. طب وبعدين؟ خلاص نظفنا، يبدا الفيسل اللي موجود في البريوستيوم ده يطلع نيو كابيلاريز، طلع منها من عند البريوستيوم، وتعمل نتورك اوف ايه؟ اوف كابيلاريز. وبعدين بعد كده تطلع خلايا اسمها اوستيوبلاست، مش كده؟ من تحت البريوستيوم. يعني دلوقتي الكابيلاريز والاوستيوبلاست بيطلعوا من تحت منها البريوستيوم، بقى عندك هنا في نيو كابيلاريز زائد اوستيوبلاست جم من تحت منها البريوستيوم. وبعدين تبدا الاوستيوبلاست دي تصنع ماده كده اسمها اوستيوميوسين. يبقى كده بصوا معايا ايه اللي تصنع هنا، ايه اللي موجود هنا؟ نيو كابيلاريز ها واوستيوبلاست، والاوستيوبلاست راح مصنع اوستيوميوسين، عامل شبه كده الايه الفايبروبلاست والكولاجين، نفس الفكره بالظبط ماشي. اللي اتكون ده بيسموه كيلس او اسمه سوفت كيلس، اسمها سوفت كيلس، عظم من غير كالسيوم اسمها سوفت كيلس. الخطوات تاني، ادي البون اهو حصل كسر، ايه اللي حصل هنا؟ بلاد مع بون فراجمنت، مين اول خلية طلعت؟ اوستيوكلاست، عملت ايه؟ تنظف، نظفت ايه؟ الدم اللي موجود والبقايا العظم المتكسر، تنظف مش ماكروفاج بتاع البون ماشي. خلاص نظفت، الخطوه اللي بعد كده نبني بقى صح. طب انت هتبني ايه؟ هنصنع حاجه، عشان تصنع حاجه محتاج دم مش كده؟ فبيحصل ايه؟ يجي من تحت البريوستم يطلع نيو بلاد فيسلز كده، مدينا ايه شبكه الايه الدم حلو كده. وبرده من تحت البريوستم هيطلع خلايا اسمها اوستيوبلاست، طلع معاهم اوستيوبلاست، يبقى عندك اوستيوبلاست ومعاه تغذيه دمويه بتاعتها صح كده. تعمل ايه؟ هتصنع، هتصنع الماده الخام بتاع البون اسمها الاوستيوميوسين، اسمها يا اخوانها اوستيو ايه، او اسمها البون ماتريكس بس من غير كالسيوم. بقى عندك دلوقتي اللي تكون كتله كده موجوده صح بين العظم المتكسر وبعضه، كتله طريه كده ماشي، مكونه من ايه بقى؟ ها نيو كابيلاريز ها وايه كمان ها واوستيوبلاست، وبتصنع حاجه اسمها اوستيوميوسين، دي اسمها كيلس. قال لك بس كيلس طريه قوي يعني مش ناشفه يعني لسه ما فيهاش كالسيوم يعني خلاص. طب يبقى هنا اتكون مين هنا؟ السوفت كيلس دي. وبعدين خلاص العظم كده تمام قوي، تروح الاوستيوبلاست بيطلع حاجه اسمها الكالين فوسفاتيز، يعمل ايه؟ بيخلي الميديم ده الكالين، يروح شافط الكالسيوم منها من الدم، بقت السوفت كيلس دي بقت حاجه اسمها هارد كيلس. بس معفنه قوي، معفنه ازاي؟ شوف العظم عامله ازاي، إيه البون داخل على المدلل الكافيتي من جوه وبارز من بره كده وبتاع، شكله قذر قوي مش كده؟ بس العظم لحم ماشي، بمينها؟ بالهارد كيلس دي. مين اللي يطلع بعد كده؟ الاوستيو كلاست. تعمل ايه؟ تنظف. تنظف ازاي؟ تشيل الزيادات، سبحانك يا رب ماشي. تعمل ايه؟ تروح منظفه دي كده من جوه، منظفه دي منها دي بره كده، ويحصل كومبليت ريستوريشن منها للبون. بصوا تاني كده مع بعض، بس تاني نبدا تاني. حصل الفراكشر خلاص كده، دي اول حاجه بتحصل، نزيف، ما في عظمه اتكسرت صح كده، وفي اجزاء من العظم اتكسره ها، الدم والكتل المكسره دي مين اللي يشيلهم؟ الاوستيوكلاست. خلصنا نظفه، اللي يحصل بعد كده ها بلاد فيسل من البريوستيوم تعمل نيو كابيلاريز، بعد كده يطلع منها اوستيوبلاست وتصنع اوستيوميوسين وتعمل حاجه اسمها سوفت كيلس او كيلس يعني ماشي. طب بعد كده الاوستيوبلاست تروح مطلعها الكالين فوسفاتيز، السوفت كيلس بقت هارد كيلس. قال لك بس المنظر كده غبي قوي، الكيلس كده في واحد اثنين ثلاثه، ايه دول؟ بص معايا بقى، في اكسترنال وانترنال وانترميديت
هارد كيلس كلها اسمها كيلس صح كده، بس في جزء داخلي جزء خارجي وفي انترميديت. احنا محتاجين مين؟ الانترميديت صح. فتطلع الاوستيكولات هتشيل مين ومين؟ الاوتر كيلس والانر كيلس، تسيب لنا بس منها الانترميديت ايه كيلس دي. هتنضف اللي بره تنضف اللي جوه وتسيب بس منها الانترميديت كيلس. وبعد ما تتكون الانترميديت كيلس وخلاص ريجينريشن اوف بريوستيوم ريجينريشن اوف اندوستيوم ويرجع البون زي الفل تاني. في مشاكل حصل كومبليت ريستوريشن لمين؟ للبون. فهمتوها؟ فهمتوها؟ يبقى الخطوات دم، مين اللي هيشيله؟ اوستيوكلاست. تاني خطوه تطلع خلايا اسمها اوستيوبلاست، تصنع اوستيومينسين. بعد كده الاوستيوبلاست تطلعها الكالين فوسفاتيز يعمل هارد كيلز. لكن مين ينظف الكلام ده كله؟ الاوستيوكلاست تنظف الانر والاوتر مينها كيلز، تسيب بس مين؟ الانترميديت كيلز. مين اللي علمها بقى الكلام ده كله؟ مين اللي عرفها حدودها عامله ازاي؟ ماشي الله اعلم سبحان الله. تطلع تقف عند هنا تقف هنا وتسيب بس منها الانترميديت ايه كيلس. ماشي خلايا ذكيه جدا، خلايا مبرمجه ونظيفه، يعني هو تعاون بين الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. يبقى الاوستيوكلاست طلعت كم مره؟ مرتين صح. مره في الاول عملت ايه؟ نظفت الدم والبقايا المكسره صح. المره الثانيه عملت ايه؟ نظفت الاوتر والانر ايه كيلس صح. طب ايه وظيفه الاوستيوبلاست في الموضوع؟ حاجتين، هي اللي صنعت الاوستيوميوسين صح، وهي اللي طلعت انزيم اسمه الكالين فوسفاتيز عشان يرسب منها الكالسيوم في قلب الكيلس. فهمتوها؟ اقولها تاني؟ فهمتوها يا اخوانا ولا لا؟ فهمتوا الخطوات دي؟ ماشي خلاص.